العلم والأخلاق من أهم ركائز المجتمع وعناصر نهضة الأمم والشعوب. إن العلم مرتبط بالأخلاق ارتباطا وثيقا، فالعلم النافع لا يقوم إلا بأخلاق حميدة، ولا ينتشر إلا بصفاتها النبيلة. فالتلميذ مثلا يتعلم من معلمه الخلق قبل العلم، ليكتمل في تكوينه الأدب، ويترسخ في عقله العلم حين يراه قولا وفعلا. والأخلاق هي فطرة الإنسان السليم التي لا تتغير بانقضاء وقت أو بتغير مكان، والعلم المقرون بالخلق الحسن هو أساس تطور المجتمع وازدهاره، وتطور الفرد وتميزه، فإذا اقترن العلم بالخلق كان صاحب المهنة ناجحا في عمله، صادقا في تعامله، متميزا في مجاله، مؤديا واجبه على أفضل وجه، وقد حث ديننا العظيم على حسن الخلق. فصاحب الخلق الطيب يبلغ بخلقه أرفع المنازل. يقول الشاعر: لا تحسبن العلم ينفع وحده، ما لم يتوج ربه بخلاقي. والإسلام نهى عن الخلق السيء، فإن غابت الأخلاق وتخلى عنها الناس انحدر العلم. يساعد العلم الإنسان على الوصول إلى الخالق سبحانه وتعالى. كم من متعلم استطاع من خلال ما تعلمه إلحاق الضرر بالناس، وما ذلك إلا لغياب الأخلاق والقيم النبيلة، كتوظيف العلم في تصنيع مواد تلحق الضرر بالبيئة أو بالحيوانات، أو صنع الأسلحة النووية وغيرها. ومن هنا تأتي الصلة الوثيقة بين العلم والأخلاق. فكلما ازدادت الأواصر بين العلم والأخلاق في نفس الإنسان، كلما كان إنسانا متوازنا حكيما، ويمكن اعتباره قدوة لمن حوله. وبالمقابل كلما ازداد علم الإنسان دون التحلي بالأخلاق الفاضلة سيكون سببا في هلاك مجتمعه. العلم سر نهضة الأمم، والأخلاق مقياس تطورها وتقدمها. Thank you.